للمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في مقابل تسريبات وزير الدفاع الإسرائيلي وأثرها بجولة المفاوضات المرتقبة، ينضم إلينا عبر خدمة زوم من عمان حاتم الهرش المحلل السياسي الفلسطيني، وعبر سكايب من أمستردام الكاتب والباحث السياسي السيد ماهر حجازي. أبدأ معك أستاذ حاتم، مرحبا بك بداية. أستاذ حاتم، لنبدأ من قرار محكمة العدل الدولية بإلزام الاحتلال بإيقاف هجومه على رفح، هل حدثنا عن ذلك؟ واقع الأمر يعني لابد من استشرافة قانونية حول هذا الموضوع، خصوصا وأنه سبق وأن كان هناك قرار أيضا من المحكمة الجنائية سبقه بأيام يقضي يعني نتنياهو ويوف جالانت وجلبهم إلى المحكمة، وأيضا كان هناك أيضا سابقا قرار بوقف الأعمال العدائية فورا. كل هذه الأحكام بالإضافة إلى أيضا قرار آخر متعلق ب يعني أن تطلع دولة الاحتلال المحكمة التدابير اللازمة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. دعنا ابتداء نسأل ما هو مصير كل هذه القرارات التي صدرت من هيئات أممية فيما سبق، وما الذي يمكن أن يضيفه هذا القرار؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا بتقديري أن المسألة متعلقة بأبعاد سياسية يمكن أن تحكم على الأبعاد القانونية، بمعنى أن المحكمة حتى وإن أصدرت وقفا فوريا لإطلاق النار في رفح فإن ذلك يلزمه صلاحيات تنفيذية. المحكمة غير قادرة على أي صلاحيات تنفيذية ولا تمتلك الأدوات اللازمة لذلك، ولذلك أنا أعتقد أن القرار يحتاج إلى قوة يمكنها أن تنفذ مثل هذا القرار، ويمكن أن تلزم دولة الاحتلال. اليوم نحن نرى حالة التعنت الإسرائيلي، حالة الصرف الإسرائيلي عندما يقول بن كفير بأن إسرائيل ماضية في أعمالها العدائية، وأن الرد على هذا القرار يقتضي بالدخول إلى رفح واحتلالها. ثم ما معنى أن يكون هناك قرار بوقف الأعمال العدائية في رفح وما زالت باقي مناطق القطاع منكوبة تتعرض إلى التدمير وقتل المدنيين؟ يعني ما الذي يختلف في رفح عن باقي مدن القطاع، قطاع غزة؟ ولذلك أنا أعتقد بأن القرار بحاجة إلى قراءة سياسية، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقف وتساند وترعى دولة الاحتلال في سياساتها الإرهابية تجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. اليوم كانت هناك تصريحات لسيناتور أمريكي قال فيها بما معناه بأنه هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يجب أن نقف في وجه قرار محكمة العدل الدولية. اليوم الموقف الأمريكي ما زال داعما لدولة الاحتلال. نتنياهو مدعو لإلقاء كلمة في الكونغرس، مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت قريب بدعوة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. إذا من الذي يمكن أن ينفذ مثل هذا القرار؟ نعم، ابقى معي لو سمحت. أنتقل للأستاذ ماهر حجازي، مرحبا بك. أستاذ ماهر، ردود الفعل الإسرائيلية إزاء قرار محكمة العدل الدولية يعني شابق الانزعاج من قبل الكيان، وأيضا يعني مع الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في جرائمه ضد الفلسطينيين، هل نستطيع القول الآن إلى أي مدى ترى ربما أن الدائرة بدأت تضيق الخناق على حكومة نتنياهو؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة هذا القرار المهم الذي صدر اليوم عن محكمة العدل الدولية هنا في لاهاي والتي تبعد
يعني تقريبا 10 كيلو متر. هذا القرار مهم جدا حقيقة، لأنه يزيد من حالة التخبط والأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأزمة الدولية وحالة العزلة، ويضيق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل حرب الإبادة على شعبنا داخل قطاع غزة. رد الفعل واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من قبل بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة. هم يعني وصفوا هذه المحكمة بأنها معادلة سامية، وهذه المحكمة بالأساس أسست يعني لمنع بعد ما حدث لليهود في أوروبا مما يسمى في المحرقة، وبالتالي هذه القرار يضاف يعني إلى سلسلة الإجراءات الدولية التي تضيق الخناق على بنيامين نتنياهو وعلى الكيان الإسرائيلي والمسؤولين في هذا الكيان، المسؤولين عن حرب الإبادة بحق شعبنا. قبل أيام كان هناك أيضا قرار من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أيضا هنا في لاهاي لإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وزير الدفاع جالانت. أيضا هي تأتي في إطار يعني المساعي الدولية لوقف هذا العدوان ولتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم. هذا القرار اليوم حقيقة مهم، صحيح أنه لم يكن يشمل، وهذا كان المطلوب أن يشمل الدعوة لوقف أو إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، لأن ما يحدث في رفح من حرب إبادة أيضا يحدث في جباليا ويخسف المشافي والمدارس ومراكز إيواء ويمارس كل أشكال الإرهاب بحق شعبنا الفلسطيني. وبالتالي هذه يعني في إطار السياسة. أيضا هي ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أمريكا وإدارة بايدن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا أيضا سيشكل حرج للولايات المتحدة الأمريكية، والتي عبرت يعني ربما حتى هذه اللحظة بتصاريح مغتضبة أنها ترفض يعني مثل هذا القرار. وبالتالي اليوم هناك مدة شهر للاحتلال الإسرائيلي يقدم تقرير لمحكمة العدل الدولية، ونعتقد هذه المدة طويلة، لأن هذا الاحتلال من الواضح أنه لن يلتزم بهذا القرار، وسيواصل إجرامه بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة رفح، وأنه يسيطر على معبر رفح ويمنع إدخال المساعدات ويمنع إخراج المرضى والجرحى، وبالتالي يفاقم الوضع الإنساني. أيضا هو إحراج لإدارة بايدن التي وقعت على اتفاقية يعني منع الإبادة الجماعية، وبالتالي يعني أنا أعتقد مدة شهر مدة طويلة أن هذا الاحتلال سيواصل إجرامه، وبالتالي لابد أن تكون هناك إجراءات قانونية ضمن في إطار محكمة العدل الدولية للتسريع في طرح هذا القرار، لأنه من واضح إسرائيل لن تلتزم بهذا القرار، وبالتالي الإسراع في طرح هذا القرار في مجلس الأمن للتصويت، وبالتالي هناك ربما ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية يعني حق الفيتو في رفض هذا القرار، وبالتالي ستكون أيضا هناك الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد مصداقيتها أكثر فأكثر بأنها داعم وشريك رئيسي لهذا الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني. هذا القرار بأهميته السياسية أنه يأتي أيضا كما تحدث في إطار كل هذه العوامل الدولية التي تضغط على بنيامين نتنياهو على الاحتلال، وأيضا يعني هذه القرارات أيضا تساهم في تعميق الأزمة والشرخ السياسي والأمني والعسكري الذي يعيشه الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب العدوانية على شعبنا داخل نعم قطاع غزة. سمار. ابقى معي لو سمحت أستاذ حاتم، بالعودة إليكم، يعني بعد 231 يوما على بداية الحرب، هنا المقاومة الفلسطينية متماسكة وصامدة وتحقق إنجازات، يعني ماذا يعني صمود المقاومة على هذا النحو بعد طول هذه المدة؟ وهذا الذي يمكن أن نعول عليه في شعبنا الفلسطيني، الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية بحاضنتها الشعبية هو ما يمكن أن يعزم الاحتلال ويمكن أن يدفعه في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى طريق المفاوضات. اليوم كانت هناك اجتماعات ثلاثية أعيد إحياؤها في باريس بين مختلف الأطراف الوسطاء، الطرف القطري ودولة الاحتلال المتمثلة برئيس الاستخبارات الإسرائيلية وكذلك مدير السي آي إيه لإعادة إحياء المفاوضات. لا شك بأن الأزمة الإسرائيلية تتفاقم، لا شك بأن الضغوط الدولية بشكل أو بآخر يمكن أن تمارس شيئا من الضغط على دولة الاحتلال، ولكن أعتقد بأن الصمود الأسطوري الذي تبديه المقاومة والأداءات الفاعلة على الأرض والمؤثرة هي التي تجبر الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف إلى الرضوخ إلى مطالب شعبنا. اليوم نحن في المئة في اليوم 231، 8 شهور وندخل في الشهر التاسع، 3/4 العام، وشعبنا الفلسطيني ما زال صابرا مرابطا على أرضه. دول عربية لم تقاتل إلا لأيام، اليوم الشعب الفلسطيني في القطاع محاصر منذ 18 عاما يقاتل بكل هذه البسالة وكل هذه الكفاءة منقطعة النظير في ظل حصار مطبق وسلاح متواضع، وما زال
يؤدي أداءات مشرفة في واقع الأمر. وبالتالي أنا أعتقد بأن أزمة الاحتلال تتفاقم. بني جانس نتيجة لذلك كان يتساءل وحدد موعدا وضرب موعدا لذلك، وقال نتنياهو بأنك إذا لم تقدم خطة اليوم التالي للحرب، الخطة المتعلقة بتحقيق الأهداف ومساءلته عليها، فإنني سوف أنسحب من الحكومة. آخر الاستطلاعات اليوم التي أجريت وأجرتها صحيفة معرف تقول بأن التآلف أو الائتلاف الحكومي المناوئ لنتنياهو يمكن أن يتحصل على 68 مقعدا في مقابل 46 مقعدا لصالح نتنياهو. فبالتالي كل هذه الأمور يمكن أن تؤزم دولة الاحتلال، وهو ما تلجأ إلى دعنا نقول سياسة التعويض، ربما على جبهات أخرى، ربما في أراضي، في ساحات أخرى كما يحدث الآن في الضفة الغربية. يفاقم الاحتلال ويصاعد من عملياته هناك ثأرا وانتقاما أيضا من المدنيين الفلسطينيين. ولذلك أنا أعتقد بأن التعويل بعد الله سبحانه وتعالى هو على مقاومتنا الفلسطينية في إحراج الاحتلال، وفي نهاية المطاف يمكن أن تؤدي سلسلة التفاعلات والأزمات والتناقضات داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل دولة الاحتلال، ما بين المؤسسات الأمنية وبين المؤسسات السياسية، والضغط الناتج عن عدم إعادة الأسرى حتى هذه اللحظة، وما تؤديه المقاومة أيضا من رسائل بين الفينة والأخرى وتتساءل عن مصير الأسرى، هذا يمكن أن يؤزم الاحتلال ويرضخه في نهاية المطاف. ابقى معي لو سمحت أستاذ ماهر حجازي، بالعودة إليكم مرة أخرى، ما الهدف من استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين الفلسطينيين رغم يعني سماحه بعودة النازحين؟ يعني يحتل إسرائيلي منذ اليوم الأول، منذ 7 من أكتوبر، وهو يستهدف المدنيين داخل قطاع غزة، ويستهدف كل أشكال الحياة داخل القطاع، يستهدف المشافي والبنى التحتية ويقتل المدنيين. يعني اليوم نتحدث، وإحصائيات وزارة الصحة في داخل قطاع غزة تتحدث أكثر من 35,000، يعني ويقترب العدد من 36,000 شهيد فلسطيني، غالبتهم من النساء والأطفال. 70% من هؤلاء الشهداء هم من النساء والأطفال. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن المواجهة العسكرية مع المقاومة الفلسطينية، وهو من الواضح يتكبد الكثير من الخسائر البشرية والمادية في هذا الحرب العدوانية. وبالتالي هو يمارس سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين داخل قطاع غزة. يعني أبناء شعبنا 700,000 فلسطيني بقوا في شمال قطاع غزة ورفضوا مشروع التهجير القسري، وبالتالي اليوم عندما عاد مرة أخرى إلى اقتحام مخيم جباله ويمارس الإبادة البشرية، يقصف يعني المشافي، مشفى كمال عدوان، ويقصف مدارس الإيواء والنازحين. وبالتالي هو يحاول أن يدمر كل مقومات الصمود لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة من خلال استهداف المشافي ومراكز الإيواء ومنع إدخال المساعدات. وبالتالي هو يحاول أن يمارس سياسة التهجير القسري، ولكن من الواضح بعد 8 أشهر أن شعبنا الفلسطيني يرفض وأفشل مشروع التهجير القسري من داخل قطاع غزة. وبالتالي هو يعاقب كل من صمد. يعني 700,000 من أبناء شعبنا كما تحدثت المتواجدون في مناطق شمال قطاع غزة وفي محافظة غزة، هؤلاء اللي صمدوا خلال 8 أشهر لم يغادروا منازلهم، ويواصل سياسة قصف المنازل وتدمير البنى التحتية واستهداف المشافي. وبالعكس يعني هناك يمارس الإعدامات الميدانية، يعني من يبقى حتى داخل المشفى أو يريد أن يتحصن داخل المشفى بأنها يعني مراكز طبية محمية بالقانون الدولي. شاهدنا كما حدث في مجمع الشفاء الطبي أن هذا الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر الميدانية، يعني الإعدامات الميدانية والمقابر الجماعية داخل المجمعات الطبية. وأيضا اليوم يعني قرار محكمة العدل الدولية طالب في جزئية منه بالسماح أن يسمح هذا الاحتلال الإسرائيلي بإدخال اللجان الدولية للتحكيم للبحث في هذه الجرائم وهذه الإبادة التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، والتحقيق في المقابر الجماعية التي اكتشفت في يعني في مجمع الشفاء الطبي وفي العديد من المراكز الطبية. أيضا هذا الاحتلال لا يستهدف فقط القتل، ولكن اليوم هناك يعني ايضا الخطر يهدد حياه الالاف من ابناء شعبنا الذين اعتقلهم هذا الاحتلال الاسرائيلي من مناطق التي دخلها في قطاع غزه، واليوم هناك مصيرهم هؤلاء مجهول. وبحسب التقارير الاعلاميه وخاصه ما نقلته سي ان ان الامريكيه اليوم عن الحديث عن اساليب التعذيب الوحشي الذي يعني يقوم بهذا الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين. وبالتالي هذا الاحتلال الاسرائيلي اليوم هو يخوض حرب اباده بحق المدنيين داخل قطاع غزه، يهدف الى تدمير قطاع غزه ومحو كل اشكال الحياة. وبالتالي هو يعجز عن المواجهة العسكرية مع المقاومة في الميدان، وبالتالي هو يستهدف ويعني يتقاوى على المدنيين داخل قطاع غزة، وهو عبادة بشرية يرتكب هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أشهر. وبالتالي المطلوب هو وقف كل هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة، وهذه الحرب يعني الوحشية التي يرتكبها الاحتلال تحت مرأى ومسمع العالم. نعم،
أستاذ حاتم، بالعودة إليكم، كيف تقرأ كشف كتائب القسام للمرة الأولى أسرها قائد اللواء الجنوبي لجيش الاحتلال؟ يعني هذا أيضا مما يؤشر على الأداءات الكفؤة للمقاومة. المقاومة ليست مجرد استهداف لدبابات أو إطلاق قذائف أو إطلاق صواريخ. المقاومة اليوم فعل ميداني على الأرض وفعل سياسي، وتمارس الحرب النفسية ضد الاحتلال. عندما يعلن القسام عن مثل هذا الأمر، فأنا أعتقد بأنه يؤزم أيضا دولة الاحتلال أمام رأيها العام، ويؤكد بأن دولة الاحتلال فشلت استخباريا في 7 أكتوبر، وأن هذا الفشل ما زال مستمرا، خصوصا في ظل مثل هذا الإعلان من كتائب القسام. وأيضا يعني يعطي رسائل للرأي العام الإسرائيلي بأن في جعبة المقاومة إصرارا كثيرة لم يفصح عنها حتى هذه اللحظة. وإذا ما تزامن ذلك مع حالة الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المتمثلة أساسا باستعادة الأسرى، وهو الملف الضاغط على نتنياهو ومجلس أركان حربه، فإن ذلك يعني بأن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على دولة الاحتلال القسام اليوم في ظل حالة التخاذل العربي والرسمي والدولي والإقليمي. تحاول أن تناور من خلال هذه الأوراق، تصدر بين ما بين الفترة والأخرى فيديوهات تكشف فيها بعض المعلومات لبعض الأسرى وتؤكد مقتل آخرين. وبالمناسبة كان اليوم هناك إعلان من قبل الاحتلال بأنه تمكن من استعادة 3 جثامين لأسرى في رفح. وكيف يمكن أن يتلقى الرأي العام الإسرائيلي مثل هذه الأخبار؟ عادوا جثامين إلى أسرهم، ولا نعرف إن كان أيضا يعني ربما أنه سوف يتلقى الرأي العام الإسرائيلي بعضا من هذه الأخبار على سبيل التشكيك، خصوصا وأن المقاومة ما بين الفترة والأخرى تؤكد يعني على عكس الروايات الإسرائيلية بعضا من القضايا. وبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية تمارس حربا نفسية بالتزامن مع الأداءات المقاومة في الميدان وعلى الأرض بما يؤزم دولة الاحتلال. شكرا جزيلا أستاذ حاتم الهرش، المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر خدمة زوم من عمان. وشكرا أيضا جزيلا لضيفنا من أمستردام عبر سكايب، الكاتب والباحث السياسي سيد ماهر حجازي.